السلام عليكم ابنتي يا ولادي، داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبغيكم وكنحبكم وكنبوسكم من طنجه للقويره، وكنبغيكم بزاف 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 وليداتي، وكنحبكم وكنبوسكم من طنجه للقويره، وكنبغيكم وليداتي. وما تخلاوش عليا بلي لايك، الله يحفظكم، الله يستر عليكم، والله ينوركم. كما قلت لكم كاع اللي كيكتب ليا شي حاجه واللي كيدير ليا، راه ما كندخلش بزاف بزاف، كنتلها من هنا من هنا، كنرمي هذاك الفيديو صافي، كنبقى ملهيه ملهيه. وداك الشيء اللي كاين ما كاينش اللي كيقلب ليا، وداك الشيء غير انا اللي كندبز هذاك الشيء لراسي. وكنبغيكم بزاف بزاف بزاف، وكما قلت لكم الله يحفظكم كاع اللي كيدخل واللي كيدير ليا اللايك، الله يحفظه، الله يحفظه من شر الخلق، الله يعطيه ما كيتنوى في خاطره يا سيدي ربي، الله يسهل عليه، الله يدير ليه الطريق في الضيق. هادشي اللي كاينه وليداتي، وجايه غير نهضر معكم شويه على داك الشيء ديال هذاك هاد السيد هاد الكونينير. شتا داك اللي في طاليان كيعطي واحد التحليل زوين، كيهضر يعني وكيهضر التحليل نيت متبعاه، كيعطي التحليل وكنتمنى الله. هو كيهضر كنقول يا ربي حلل بيبان، زعما كيهضر الهضره هضره موزونه، ماشي الهضره لا 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 غير تيجيبو كي لا، كيهضر في الواقع، وكيهضر يعني الراجل عارف اش كيقول. وكنتمنى الله ان شاء الله يبين لي حقه، الله يبين حق لهذيك البنيته يا ربي، كيما ضيعوها في باها، باش غيجي الواحد الراجل على قيمته بخدمته بشد البلايص الحساسات مزيان، وتجيو نتوما تضيعوه. علاش بحال هذاك غيضيع من المغرب؟ علاش غتضيعوه؟ واحد قاري وشد البوست زوين وسميتو تضيعوه نتوما، راه عيب باش غتضيعوا شي واحد اللي كينفع بلادو. هذا راه كينفع البلاد، ما يمكنش هذا يضيع يمشي هكاك. لا خصو كاع اللي كاين في هاد الشيء، اللي كاين هاد الشيء يعني سميتو، راه خصهم ياخذوا الجزاء ديالهم كيما كان نوعه. حيت باش غتضيعوا واحد في بلادكم؟ راه هاد الشيء لا يعقل. وجالسين حتى قال كتب عليكم الله المكتوب شي حاجه، سير وقول له حنا شنو درنا شنو كتب علينا ربي، صافي وسيروا بلا ما تعذبوا حد، ما يعذبكم حد. هاد الشيء اللي انا هاد الشيء اللي كنفهم، الا درت يعني واللي دار الذنب يتسهل العقوبه. انا متبع هذاك السيد كيهضر يعني، وعارفه هو ولد هذيك البليصه، كاع ولاد سلاوليني بعادين يعني، وحنا بعادين يعني، وسلا تبارك الله راه فيها الخير والبركه، راه فيها تبارك الله، ماشي غير بلاصه وحده، راه غير بحال طابريك ترا شاده شحال، راه قريه شاده شحال، حيموله اسماعيل جيت دابا سالا الجديده راه شاده شحال، زيد حين بعد زيد يعني المدينه لتحت زيد سير وسير حيك يعني، وشاده بزاف، ماشي يعني ولا جيتي ديري راه ماشي يعني سهله ولا صغيره ولا غير حي الامان هنا لتحت، جيت لاكار راه فيه جبده. حي جيت راه يعني واخا يعني واسميتو يعني كله المدينه وحده، ولكن كل واحد هو في الحومه ديالو، هو كيعرفو في حومته، ماشي ولكن راه كاين شحال من واحد كيهضر عليه اللي كيعرفوه الناس، كيعرفو عليه زعما تيقولوا لك السيد الله يعمر ليه الدار. هادشي اللي كاين، وكنتمنى ان شاء الله كنتمنى والله ان شاء الله الله ياخذ ليه حقه، الله ياخذ ليه حقه، باش حتى هو ياخذوا الجزاء ديالهم باش يرتاح حتى هو في قبره، مع الروح ديالو راه مشات عند الله. كي ما فهمتش انا الواحد باش غتشديه
هذيك الروح راه غير الواحد كيكون مريض وكيكون سميتو ما كتخرج هذيك الروح خص غير الواحد تبقى هو سميتو هذه اللي زعما كيدير هاد القلوب ديال الناس وياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويخرجوا ويضحكوا. واش الضمير ديالكم كاع الا كاين هاد الشيء ما غيضركمش؟ واحد غير الا كذبتي عليه غير الكذبه كيبقى الضمير ديالك كيضرك، كتقول هذاك راه كذبت عليه ولا هذيك راه كذبت عليها، كتبقى ينعس ما كيجيكش. حيت لا واحد كاع لا قتل الروح كيف يدير هذا؟ ما يجي واحد يضيع شي واحد النيت في البلاد راه ما جاتش. ايوا كنتمنى ان شاء الله الخير وكنتمنى لكم وكنطلب الله يا ربي بين لي حقو على مقارب يا ربي يا ربي يكون هاد الحبل قصير يدير هكا وي هادشي اللي كنتمنى يا ربي. وكنتمنى وليداتي الله يبعد منكم شر الخلق، الله يبعد منكم شر الخلق، الله يبعد منكم وليداتي شر الخلق، الله يبعد منكم ولاد الحرام وبنات الحرام. تا الواحد اللي رمى راسو يعرف فين كيرمي راسو. راه شحال من واحد ضاع حكاك كيقرا تلحقيه كما قلت لكم توصليه كيجي كيطيح في شي خيمه قصيفه ما يسول على لهم ما يسول على لهم ما يسول على الخو ما يسول على الخط لي لا والو صافي صافي. يعني العائله الاخرى هي كلشي. ايوا واش غنقول لكم؟ الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يهدي ما خلق، الله يرطب القلوب، الله يرطب القلوب، الله يرطب القلوب، الله يبعد علينا شر الخلق، الله يبعد علينا ولاد الحرام، على وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين، على وليداتنا ووليدات المسلمين اجمعين. وما هادشي راه لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي كاين وليداتي. وكنتمنى لكم الخير وكنتمنى لكم السعاده وكنبغيكم وكنحبكم. وما تخلاوش عليا وليداتي بلي لايك، الله يحفظكم وليداتي، الله يستر عليكم. انا غي جايبه معكم هاد سميتو، قلت لك انا متبعه داك سميتو كيهضر عارفه اش كيقول، ما يمكنش هو تيقول لك. يعني واللي بغى يهز حتى هاد الفيديو ديالي يهزو ويحطو باش نعني وداك. وكنتمنى ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله هاد المجرمين ياخذوا الجزاء ديالهم يا سيدي ربي، كما كانوا كما كانوا كما كانوا ياخذوا الجزاء ديالهم باش يضيعوا شي واحد اللي خدام البلاد اللي شاد البلايص النيت. راه حشومه، راه عيب، راه عيب وعار. واش الضمير ديالكم كاع ما لكن حتى اللي كان اللي دار شي حاجه يمشي يعطر صافي بلا ما تصعبوا الوقت. ايوا نتمنوا الله الخير وكنتمنوا لكم السعاده وكنبغيكم وليداتي وكنحبكم كما قلت لكم. الله يدير لكم الطريق في الضيق، الله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنان، الله يحفظكم وليداتي من شر الخلق، الله يحفظكم وليداتي. اللي ما مجوش الله يجيب ليه شي بنت الناس، بنت الناس تا هي البنيتات الله يجيب ليهم اللي بغاو يتزوجوا، وبنات العائله وبنات كاينين البنيتات اللي بغاو يتزوجوا يعني وباسميتو. ولكن هادوك ما كي بنات ديورهم كتلاقى مع اللي كي يدورو فاسميتو، ما بنات ديورهم راه ما كيخرجوش يدورو في الزناقي. اللي بغاها راه كيدق في بابها، وما اللي كيتلاقاو في الزنقة ويتزوجو في الزنقة هداك الجواج غير ضرب عليه. هداك شي زواج الزنقة كيبقى وليداتي في الزنقة. كنعرف انا الناس كيجيو كيقولو كاينه البنت عند فلان ولا سميتو، تيجيو كيخطبو يديرو كيبقاو كتبقى البنت يعني. ولكن الوالدين كيوركو عليها حتى الا كانت شي حاجه بيناتهم تتقول لها شوف ابنتي تا انا راه كنا وادي هادي هادي، سيري صبري باللي عطا الله. ايوا كنتمنى لكم الخير وكنتمنى ان شاء الله تدخلوا اللي دخل عنده البي اللي طلع عنده الفيديو ديالي يدير ليا اللايك، الله يستر عليكم وليداتي والله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنان. هادشي اللي كاينو، بالسلامه عليكم وليداتي، الفيديو الجاي ان شاء الله.